السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخوكم إبراهيم مهندس شرح مادة ستاتكس. هذا الفيديو اللي هو فيديو شرح تشابتر 3 اللي هو بعنوان Equilibrium of Particles. هسه راح نبلش موضوع جديد، مش اللي هو الفيكتور، راح نبلش موضوع جديد اللي هو Equilibrium of Particles. إيش يعني Equilibrium؟ Equilibrium معناها اتزان. لما أقول لك إنه هذا جسم متزن، إيش يعني متزن؟ بتقول لي الاتزان اللي هو Equilibrium يعني كل القوى المؤثرة على الجسم مجموعها صفر. يعني كل مثلا عندي هذا الجسم لو هي الكره مثلا، لما اقول لك انه هي الكره اكوليبريم، طب انا شايف انه في عليها اف 1 وفي عليها اف 2 وفي عليها اف 3، تمام؟ ايش يعني اكوليبريم؟ اكوليبريم يعني مجموع هي القوى يساوي صفر، تمام؟ فلما اقول لك اكوليبريم يعني سميشن الفورسز يساوي صفر. ايش يعني سميشن الفورسز يساوي صفر؟ يعني سميشن الفورسز بالاكس اللي هي سميشن اف اكس ويساوي صفر، وسميشن الفورسز بالواي ويساوي صفر. هون لما هي المعادله تتحقق وهي المعادله تتحقق، انا ساعتها بثبت انه هذا الجسم عباره عن ايكوليبريم. طيب عرفنا ايش يعني ايكوليبريم. هسه بارتيكلز، ايش هي البارتيكلز؟ بارتيكلز بيقول لك هسه بهذا التشابتر نتعرض للبارتيكلز اللي هي عباره عن اجسام مهمله الابعاد، تمام، بس لها كتله، تمام، اجسام مهمله الابعاد بس لها كتله، ماشي. يعني مثلا لو قلت لك انه انا في عندي مروحه، مثلا عندي في سقف، هي سقف، السقف معلقه فيه مروحه، تمام. هسا المروحة، احنا عارفين المروحة متزنة. ايش يعني متزنة؟ يعني المروحة ما راح توقع، المروحة ثابتة. ايش يعني المروحة ثابتة؟ يعني سميشن الفورسز اللي جاي على المروحة صفر، تمام. هسا انا لما بدي اثبت انه سميشن الفورسز للمروحة تساوي صفر، بهمل ابعادها، يعني ما بعتبر انها مروحة والها ابعاد وما ابعاد، لا بعتبر انها نقطة، بس النقطة الها وزن، يعني مش الها ماس، الها وزن. فهي النقطة اسمها بارتيكل، يعني هون انا بوجد الاتزان ايكوليبريم لنقطة، زي كأني بوجد اتزان لنقطة، اوكي؟ طيب. هسا هي المروحة او هي الكرة عشان تكون متزنة، في يعني فيها يعني مربوطة بهي القوة ومربوطة بهي القوة ومربوطة بهي القوة. المروحة لما تكون متزنة ايكوليبريم طلع راح تكون مربوطة بالسقف. ففي عندي كونكشن، في عندي دول ادوات الربط. ايش هم ادوات الربط اللي بربطوا الجسم عشان يخلوه ايكوليبريم؟ بتقول لي ادوات الربط عباره عن ثنتين. الاول اللي هو تايبز اوف كونكشن، اللي هو تايبز اللي هو ادوات الربط. مثلا هاي عندي الـ هاي عندي البارتيكل وبكون مربوط، مثلا هون عندي مربوط بثلاث اشياء، هذول الثلاث اشياء هم اللي بخلوه متزن، هم اللي بخلوه ثابت بالهواء، تمام. طيب ايش انواع الكونكشن؟ قول انواع الكونكشن. اول نوع اللي هو سبرينج. ايش هو سبرينج؟ سبرينج اللي هو الزنبرك. هاي عندي الزنبرك، تمام. بدك تعرف لي شغله، انه قوه الزنبرك الاف تاعت الزنبرك او التنشن بالزنبرك يساوي الكي في الاس، تمام، التنشن في الزنبرك ويساوي الكي في الاس. هسا الكي اللي هو ثابت الزنبرك راح يكون معك بالسؤال، تمام، الكي اللي هو ثابت الزنبرك يكون معك بالسؤال. هسا الاس عباره عن ايش؟ طلع هي الزنبرك. هسا الزنبرك هو اصلا كان هون، تمام، يعني هذا هو ال نوت اللي هو الطول الاصلي للزنبرك. هسا انا اثرت عليه بفورس، لما اثرت عليه بفورس زاد طوله، فمقدار الاستطالة اللي هو S، تمام، يعني طلع هو الزنبرك كان هون، بس لما أنا أثرت عليه فورس زاد طوله، فيعني زي كنا بنحكي انمط، تمام، فمقدار الزيادة هي هي S، تمام. طيب الـ S إيش تساوي؟ الـ S وتساوي الطول النهائي للزنبرك بعد ما أثرت عليه بالقوة، تمام، الطول النهائي اللي هو L ناقص L نوت اللي هو الطول الابتدائي، تمام. هذا بس بدك تعرفه. طيب هسا النوع الثاني من أنواع الكونكشن اللي هو الكيبلز، زي المروحة مثلا. عندي هون زي المروحة، ايش نوع الاشي اللي بيثبتها بالحيط؟ اللي هو كيبل، تمام. هسا الكيبل بيكون فيه قوة شد، صح ولا لا؟ هو قاعد بشد بالمروحة عشان ما توقع، لأن المروحة قاعد بتأثر عليها قوة وزنها اللي هو الماس في تسارع الجاذبية، وزنها لتحت والكيبل قاعد بشدها لفوق، تمام. فمن أنواع الكونكشن النوع الثاني اللي هو الكيبل. هسا ما له الكيبل هذا، بس خلينا ناخذ هذا المثال. لو عندي مثلا هذا الصندوق اللي هو له ماس، تمام، هذا الصندوق له ماس. هسا هذا الصندوق مثبت بالحيط بهدول الثري كيبلز، تمام. الثري كيبلز كل كيبل فيه شد، تمام. مثلا هذا الكيبل فيه تنشن، هذا الكيبل فيه تنشن، هذا الكيبل فيه تنشن، تمام. فاعرف انه دائما الكيبلز فيهم تنشن. يعني كل اللي حكيناه لحد الان ايكوليبريم. ايش يعني ايكوليبريم؟ يعني سميشن اف اكس على الجسم يساوي صفر، سميشن اف واي على الجسم يساوي صفر. ايش يعني بارتيكلز؟ انا راح اتعامل مع الاجسام كنقاط. ايش يعني كنقاط؟ راح اهمل ابعادها، مش دخل بابعادها، بس راح اعتبر انه لها كتله، تمام. طيب ايش الثالث اللي حكيته؟ انه انواع الكونكشن تاعت الاجسام اللي راح تكون على اساسها ايكوليبريم، على اساسها راح تكون متزنه،
يا اما سبرينج، وسبرينج له معادله اللي هو القوه بالسبرينج او الشد بالسبرينج تساوي كي ثابت في الاس مقدار الاستطاله، والاس بقدر اجيبها منه النوت الطول النهائي ناقص طول الابتدائي. والنوع الثاني من الكونكشن اللي هو الكيبلز اللي هم الكيبل، تمام؟ والكيبل دائما بيكون فيه تنشن، يعني بيكون فيه شد. هاي خلصنا اول موضوع من تشابتر 3. هسه الموضوع الثاني ايش بقول لك؟ بقول لك اللي اسمه ايش اسمه فري بيد دايجرام. نتعرف على ايش اسمه الفري بيد دايجرام. هسه الفري بيد دايجرام اللي هو مخطط الجسم الحر، اللي هو بقول لك ايش مخطط الجسم الحر؟ بقول لك انا بفصل الجسم عن المحيط اللي هو فيه وببين جميع القوى اللي واقع عليه. بفصل الجسم عن المحيط، بفصل الجسم عن المحيط اللي هو فيه وببين كل القوى اللي واقع عليه. يعني خلينا نفرض انه في عندي سقف هون، هذا السقف نازل منه كرة، في كرة مربوطة بحبل ونازلة منه. هسا أنا بعرف إنه هي الكرة متزنة، كيف أعرف المتزنة؟ الكرة ما وقعت، ما دام ما وقعت معناها متزنة، تمام؟ طيب إيش هو الفري بيد دايجرام؟ فري بيد دايجرام بقول لي بتفصل الجسم عن المحيط، يعني بتفصل لي إياه، بتخلي الجسم لحاله، هي الكرة. هسا الكرة إلها ماس صح؟ بس الكرة في وزن بشدها للأسفل قاعد، إيش هو الوزن؟ اللي هو ال W وتساوي M في G صح؟ وفي إلها إيش؟ وفي إلها تنشن، تنشن لفوق. هسا التنشن وال W بلغوا بعض. ليش بلغوا بعض؟ عشان قلنا ما دام الجسم متزن معناها سميشن الفورسز ما سميشن الفورسز على هذا الجسم يساوي صفر. انا هيك بكون رسمت الفري بيد دايجرام. ايش اللي رسمت الفري بيد دايجرام؟ فصلت الكره، بس فصلت الكره بينت القوه اللي جاي عليها. ايش القوه جاي عليها؟ قوه وزنها اللي هو W وتساوي M في G، وكمان قوه التنشن بالكيبل اللي ما بتخليها توقع، تمام؟ مش في تنشن بالكيبل ما بخليها توقع، بتضل الكره معلقه بالسقف، تمام؟ هذا هو التنشن. فانا هيك فصلتها. طيب لو نعمل، لو نعمل فري بيد دايجرام لهذا الجسم، عندي عباره عن كتله اللي هي ماس معلقه بكيبل، وهي كمان كيبل، وهي كمان كيبل، تمام؟ هسه ايش هو فري بيد دايجرام؟ مثلا بلش فري بيد دايجرام لهذا الجسم، بقول له هي الجسم، الجسم في وزنه بسحبه لاسفل اللي هو دبليو وتساوي ام في جي، وفي عندي التنشن بهذا الكيبل اللي هو التنشن بالكيبل 3، تمام؟ هيك انا رسمت فري بيد دايجرام لهذا الجسم. طيب هسه بروح على هي النقطه، كيف بدي ارسم لها فري بيد دايجرام؟ بقول لها هي النقطه، بعملها اكسس، هي هي النقطه، ما لها هي النقطه، بقول لها هي النقطه في لها تنشن لتحت، هي تنشن بالكيبل 3، وفي عندك تنشن بالكيبل 1، وفي عندك تنشن بالكيبل 2، طيب تنشن بالكيبل 2. انا هيك رسمت الفري بيد دايجرام. ايش رسمت الفري بيد دايجرام؟ سحبت النقطه زي هيك، فصلت عن المحيط اللي هي فيه وبين كل القوه اللي وقع عليها. ايش القوه اللي جاي عليها؟ جاي عليها شد من الكيبل الاول، شد من الكيبل الثاني، شد من الكيبل الثالث. نفس الشيء انا فصلت هي الكتله، هذا الصندوق فصلته هون، بين كل القوه اللي وقع عليه. ايش القوه اللي وقع عليه؟ اللي هي قوه وزنه اللي هي دبليو تساوي ام في جي، والتنشن من الكيبل 3، تمام؟ هذا هو الفري بيد دايجرام. نبلش على طول بالاسئله، بس تشوف الاسئله حتفهم من الموضوع جدا جدا تافه. بقول لك اول سؤال، ديتيرمن ذا تنشن ان ذا كيبل بي اي اند كيبل بي سي. عندي صندوق، تمام؟ كتلته 60 كيلوغرام، في عندي هي النقطه. ايش بده؟ بده تعطيه كم قيمه الشد بالكيبل بي سي وكم قيمه الشد بالكيبل بي اي، تمام؟ كم قيمه الشد بالكيبل بي سي وكم قيمه الشد في الكيبل بي اي، تمام؟ هسه كيف راح اعرف كم قيمه الشد؟ عن طريق اللي هي معادلات الاتزان. ايش معادلات الاتزان؟ اللي هم سميشن اف اوف اكس ويساوي صفر، وسميشن اف اوف واي ويساوي صفر. هذول المعادلات اللي عندي، هذول المعادلات اللي عندي، معناها عندي تو ايكويشن، تو ايكويشن. عشان اعرف احل السؤال كم انون عندي، كم انون لازم يكون عندي، كم مجهول لازم يكون عندي؟ بتقول لازم يكون عندك مجهولين، تمام؟ فافرض ان انا بلشت بالنقطه بي، ماشي؟ افرض انا بلشت بالنقطه بي، هي لو انا بلشت بالنقطه بي، النقطه بي ايش عليها؟ عليها تنشن بالكيبل بي سي، وعليها تنشن بالكيبل بي اي، صح؟ هي نقطه بي عليها تنشن بالكيبل بي سي، وعليها تنشن بالكيبل بي اي، وعليها تنشن بالكيبل بي دي، هي بي دي. معناها في عندي ثلاث مجاهيل، ثلاث مجاهيل راح اقدر احل، مستحيل اقدر احل. طب ايش بدي اسوي؟ بقول لك بلش بهي الكتله، تمام؟ كيف يعني بلش بهي الكتله؟ يعني خذ لي هي الكتله اول شيء. هاي اخذت هاي الكتله، ما لها هي الكتله، هاي الكتله هذا الصندوق ماله؟ هذا الصندوق ايش بأثر عليه قوه؟ درسنا في بدايه الكلام ايش بأثر عليه قوه؟ تقول لي بأثر عليه قوه وزنه، اللي هي كم قوه وزنه؟ اللي هي عباره عن دبليو وتساوي ام في جي، تمام؟ ام في جي يعني 60
ضرب 9.81 اللي هي السرعة الجاذبية الأرضية، راح يطلع معك وزنه ويساوي اللي هو 588.6. معناها هذا الجسم بأثر عليه لتحت 588.6، وإيش بأثر عليه فوق؟ تنشن، تنشن اللي هو تي، ويسأل اللي هو تي بالكيبل بي دي، تي بي دي، تمام؟ هذا هو التنشن بأثر عليه فوق. طيب بدي أعرف كم قيمة التنشن بي دي، بقول له كيف بدي أعرف كم قيمة التنشن بي دي؟ بتقول لي آه، ما دام هذا الجسم ثابت محله، إيش معنى ثابت محله؟ ثابت محله معناها إيكوليبريم. إيش يعني إيكوليبريم؟ يعني متزن. إيش يعني متزن؟ يعني سميشن الفورسز بالإكس وبالواي صفر. هو ما عنديش إكس، معناها سميشن الفورسز بالواي ويساوي صفر. إيش يعني؟ يعني عندي التي بي دي تنشن بالكيبل بي دي ناقص، مش هاي لفوق هي لتحت، ناقص 5.88.6 ويساوي صفر. معناها كم التنشن بالكيبل بي دي؟ نقول التنشن بالكيبل بي دي ويساوي 5.88.6. كلامك منطقي جدا. اذا كان التنشن بالكيبل بي دي، هذا التنشن هون 588.6 والجسم وزنه 588.6، معناها هاد راح يلغي هاد، راح يضل جسم متزن، راح يضل جسم معلق بالهواء ما راح يوقع، تمام؟ هذا معنى الاتزان. انا هيك عرفت كم قيمه التنشن بالكيبل بي دي. هسه وين بدي اروح؟ بس جبت التنشن بالكيبل بي دي، بروح على النقطه بي. هاي النقطه بي نرسم لها، هاي النقطه بي. ما لها النقطه بي؟ ايش باثر عليها؟ بتقول لي باثر عليها النقطه بي التنشن بي دي لاسفل، مش تنشن بي دي لاسفل، تمام؟ هاي التنشن، طلع انا فرضته لاعلى، ليش؟ عشان قاعد باخذ فري باي دايجرام لهذا الصندوق، التنشن لاعلى. بس لما بدي اخذ الفري باي دايجرام للنقطه بي راح يكون التنشن لاسفل، تمام؟ فعشان هيك بقول لك بفصل كل نقطه عن المحيط اللي هي فيه وبحط كل القوه الجاي عليها، هذا اسمه الفري باي دايجرام. ففي عندي نقطه بي في عندي تنشن اللي هو لتحت، كم قيمته هسه طلعته انا اللي هو 5.88.6، تمام؟ ايش في عندي كمان؟ في عندي بتقول لي في عندك كمان تنشن بالكيبل بي سي وجاي بزاويه 45، وبتقول ايش في كمان جاي عليها؟ بتقول لي في عليها جاي تنشن بالكيبل اي بي، تمام؟ ومعطيك مثلث اللي هو عباره عن هي 3 وهي 4 وهي 5، تمام؟ طيب هسه عشان اعرف كم قيمه التنشن بالكيبل بي سي وكم قيمه التنشن بالاي بي لازم احللهم، بصيرش اضل هيك مايلات. فايش ليش بسوي؟ بسوي كالتالي، بدي احللها، تمام؟ هسه هي البي سي 45، ايش رح تحلل؟ رح تحلل لهون اللي هو تنشن بي سي، تنشن بي سي كوساين 45، راح تحلل لفوق اللي هي تنشن بي سي ساين 45، وانا عندي لتحت ايش في عندي؟ في عندي لتحت اللي هي 588.6، تمام؟ هسه تنشن اي بي جايب مثلث اللي هو 3 4 5، بنعرف ايش معناها صح؟ اخذناها باول فيديو تبع فيديو الفيكتورز. ايش معناها؟ بقول لها معناها انه هون راح يحلل على هي الجهه اللي هو تنشن اي بي، بدل ما احكي كوساين ثيتا راح احكي مجاور على الوتر، يعني 4 على 5، تمام؟ ولفوق راح يحلل تنشن اي بي في اللي هي بدل ساين بحكي مقابل على الوتر اللي هو 3 على 5، تمام؟ هيك بينت انا، هيك رسمت الفري باي دايجرام، بينت كل القوى اللي جاي على هي النقطه اللي هي النقطه بي. لسه ما خلصت. هسه عشان اوجد التنشن اي بي والتنشن بي سي، طلع كم مجهول عندي؟ انا عندي مجهول بس التنشن اي بي والتنشن بي سي. كم معادله معي؟ معي تو ايكويشن، معناها بقدر احله، تمام؟ بقول له سميشن الاف في الاكس ويساوي صفر، ما دام متزن معناها سميشن الاف في الاكس يساوي صفر، معناها عندي تنشن تنشن بي سي كوساين 45، تنشن بي سي كوساين 45 ناقص تنشن اي بي في 4 على 5 ويساوي صفر. هاي اول معادله. ايش المعادله الثانيه؟ المعادله الثانيه لما احكي سميشن الاف في الواي وتساوي صفر، ايش معناها؟ معناها تنشن اي بي في 3 على 5 زائد تنشن بي سي في ساين 45، تمام؟ ناقص، عشان هي هدول كلهم لفوق وهي لتحت اللي هي 5.88.6، هذا كله يساوي صفر، تمام؟ هسه هي المعادله الثانيه. طيب كيف هاي خلصتنا،
كيف راح اجيب التنشن اي بي والتنشن اي بي سي؟ راح تقول راح اقول لك راح تسوي معادله بدلاله معادله ثانيه، تمام؟ راح تسوي معادله بدلاله معادله ثانيه. ايش يعني تسوي معادله بدلاله معادله ثانيه؟ ثواني بس خلينا نجيب ورقه فاضيه. يعني كالتالي، تمام؟ يعني مش انا عندي اللي هو مش انا عندي هسه جبتها اللي هو تنشن بي سي كوسين 45 ناقص تنشن اي بي 4 5 يساوي 0. هسه جيب كم قيمه كوسين 45 وجيب كم قيمه ال 4 5، فبتصفي معي الشغله اللي هي عباره عن ايش؟ بتقول لي اللي هي عباره عن 0.707 تنشن بي سي اللي هو عباره عن كوسين 45 ناقص 0.8 بالتنشن اي بي، ماله هاد؟ هاد كله يساوي صفر. معناها 0.707 تنشن بي سي ويساوي 0.8 تنشن اي بي. هيك انا سويت. طيب معناها اذا بدي اكتب التنشن بي سي بدلاله التنشن اي بي، بقول له معناها تنشن بي سي ايش تساوي؟ تساوي اللي هي 0.8 على 0.707 تنشن اي بي، تمام؟ انا هيك كتبت كتبت التنشن بي سي بدلاله التنشن اي بي. معناها ايش بصير تنشن بي سي؟ بتقول التنشن بي سي ويساوي 1.13 تنشن اي بي، تمام؟ هسه بروح على معادلتي. اي معادله؟ بروح على هي المعادله. وانا بروح على المعادله الثانيه، انا عندي تنشن اي بي 3 على 5، معناها تنشن اي بي في 3 على 5 ماله؟ زائد تنشن بي سي صار 45. بس تنشن بي سي مش هكتبها تنشن بي سي، راح اكتبها بدلاله تنشن اي بي. معناها بدل ما اكتب تنشن بي سي راح اكتب 1.13 تنشن اي بي في ساين 45 في ساين 45، تمام؟ ناقص 588، يعني يساوي 588.6. نقلنا 588 للجهه الثانيه. صار معي هذا المقدار كله، هذا عباره عن جمع، تمام؟ صفى معي اللي هو عباره عن 1.4 تنشن اي بي، يعني راح اضرب 1.13 ضرب ساين 45 واجمع لها 3 على 5. راح يصفي معي 1.4 تنشن اي بي ويساوي 588.6، تمام؟ معناها كم التنشن اي بي؟ قول التنشن بالكيبل اي بي، تنشن بالكيبل اي بي ويساوي 420. هسه ما دام جبت الكيبل التنشن بالكيبل اي بي، بحكي بدك كيف تجيب تنشن بالكيبل بي سي؟ من هاي المعادله تنشن بي سي وتساوي 1.13 ضرب 420، راح يطلع معي التنشن بالكيبل بي سي ويساوي اللي هو 475.4. انا هيك جبت كم قيمه التنشن بالكيبل بي سي. هيك طريقه الحل. دائما هيك طريقه الحل، راح يطلع معك مجهولين كيف بدك تجيبهم. راح تسوي مجهول بمعادله ببداله الثاني، تمام؟ طيب نروح السؤال الثاني. السؤال الثاني هذا ايش بقول لك؟ هذا السؤال نسيت الكتاب. هذا السؤال بقول لك في لمبه، هاي لمبه معلقه ب ب ب ب تو يعني ب 1 كيبل اللي هو اي سي ومعلقه بزنبرك، وهي مثبته هون، مثبت بالحيط وهون مثبت بالحيط، تمام؟ بقول لك اللمبه وزنها 8 كيلوغرام. ايش المطلوب عندك؟ بقول لك فايند ذا لينث اوف كورد اي سي، بده طول الكيبل اي سي، تمام؟ طول الحبل اي سي اللي مثبت هاي اللمبه. فراح اقول لك كيف راح اوجده. هسه كيف راح اوجده؟ هسه معادلات الاتزان، تمام؟ اللي هي سميشن اف اكس وسميشن اف واي. راح اوجد الاف او التنشن بالزمبرك، تمام؟ الاف او التنشن بالزمبرك. هاي جبت الاف او التنشن بالزمبرك. هسه الاف او التنشن بالزمبرك ايش تساوي؟ بتقول الاف او التنشن بالزمبرك تساوي اللي هو الكي في الاس. هسه الكي انا معاي اللي هي ثابت الزمبرك، هي معطيني اياها بالسؤال 300، تمام؟ بجيب من هي المعادله الاس. ليش؟ لانه الاف انا طلعتها من معادلات الاتزان، بجيب من الاس، تمام؟ هسا الاس ايش تساوي؟ بتقول الاس اخذناها قبل شوي، تساوي ال الطول النهائي ناقص ال نوت، يعني الطول النهائي من هون لهون للاي بي، تمام؟ ناقص ال نوت. هاي ال نوت معي والاس معي، راح اجيب من هذا السؤال ال، يعني راح اجيب الطول من هون لهون. هسا اذا انا عرفت الطول من هون لهون، عرفته، وانا عندي الطول معطيني من A من B لسي 2 متر، تمام؟ فبقدر اجيب اللي هو طول الكيبل AC، تمام؟ اللي هو عبارة عن ايش؟ بتقول لي
طول الكيبل اللي هو الاي سي، بتقولي لا، بتقولي الاثنين اللي هي عباره عن ايش؟ الاثنين عباره عن ايش؟ عباره عن هذا الكيبل اللي هو الاي بي، طول الكيبل اي بي زائد ايش؟ زائد هي المسافه من هون لهون، يعني زائد اي سي كوساين الثلاثين. منها بقدر اجيب طول الكيبل اي سي. هذا هو النظام اللي راح نشتغله، تمام؟ طيب هسه نبلش نفس الشيء، راح بلش باتزان، تمام؟ في عندي اول شيء راح اخذ اللمبه لحال. هسه اللمبه بتاثر عليها وزنها، هي اللمبه بتاثر عليها وزنها اللي هو مقداره كم؟ اللي هو مقداره اللي هو 8 ضرب 9.81، الوزن يساوي الماس ضرب الجي اللي هي تسارع الجاذبيه، 9.81 راح يطلع مع الوزن اللي هو عباره عن كم؟ يطلع مع الوزن اللي هو عباره عن 78.5، تمام؟ وايش في كمان اللمبه؟ اللمبه بتاثر عليها تنشن. التنشن كم راح تكون قيمته؟ لما تقول لي سميشن الاف في الواي وتساوي صفر، معناها التنشن راح يطلع قيمته اللي هي معناها التنشن ناقص هذا المقدار يساوي صفر، هيطلع التنشن مقداره لو 78.5. منطقيا صح، اذا كان التنشن نفس قيمه الوزن راح يضل الجسم ثابت. هاي جبت التنشن. هسه بروح بعمل اللي هي اتزان لمين؟ للنقطه ايه. هاي النقطه ايه، ايش في عندي عند النقطه ايه؟ بتقولي عند النقطه ايه في عندك قوة الشد تاعت الزنبرك اللي خلينا نسميها اف اي بي، تمام؟ ايش في كمان عندك؟ في عندك قوة الشد تاعت الكيبل اللي هو اي سي، تمام؟ وفي عندك تنشن لتحت، هسه جبت قيمته اللي هو عبارة عن 78.5، تمام؟ لحد الان 100%. هسه هاي لازم احللها، هي معي الزاوية 30، ما انا بقدر احللها، بقول له اللي هي عبارة هون في راكون في عندي الاف اي بي او التنشن اي بي في الزنبرك، هون في عندي 78.5، هسه هون في عندي اللي هي اي سي، اي سي كوساين 30، ولفوق يكون عندي اي سي في ساين 30. هسه معادلات الاتزان بقدر اجيبهم، بقول له سميشن الاف في الواي ويساوي صفر. ايش في عندي؟ في عندي اي سي ساين 30 لفوق ناقص 78.5 ويساوي صفر، تمام؟ معناها كم الاي سي، بيقول التنشن بالكيبل اي سي ويساوي اللي هي عباره عن 78.5 على ساين 30، ويطلع معك التنشن بالكيبل اي سي نحسبها اللي هي 7.8.5 تقسيم ساين 30 ويساوي، راح يطلع معك 157، يطلع معك 1.157 نيوتن. هيك انا وجدت التنشن بالكيبل ايش؟ بالكيبل اي سي. هسا بحكي سميشن الاف في الاكس ويساوي صفر. ايش في عندي قوه في الاكس؟ في عندي اف اي بي ناقص اف اي سي كوساين 30. اف اي سي طلعتها اللي هي 157 في كوساين 30 ويساوي صفر، معناها كم الاف اي بي؟ اف اي بي ويساوي 157 في كوساين 30 ضرب كوساين 30، راح يطلع معي اللي هي عباره عن 136 اللي هو 135.9. 135.9 ايش طلعت من هون؟ طلعت كم قيمه القوه، قوه الشد في الزنبرك اللي هي الاف اي بي، طلعتها 135.9، تمام؟ هيك طب. بس مش هذا المطلوب عندي، مش مطلوب كم قوة الشد، المطلوب كم طول الكيبل اي سي. فايش راح احكي له؟ راح احكي له انا بعرف انه قوة الشد في الزنبرك وتساوي ثابت الزنبرك في الاس اللي هو مقدار الاستطالة، تمام؟ طيب هسه انا طلعت القوة في الزنبرك اللي هي عبارة عن 135.9 ويساوي الكي، معطى معي ثابت الزنبرك 300 في الاس، تمام؟ معناها الاس ايش هتطلع؟ بتقول الاس راح تطلع اللي هي عباره عن 135.9 تقسيم 300 ويساوي راح يطلع 0.453، تمام؟ هي جبت الاس. هسه بدي اعرف كم الطول تاع الكيبل. طلع ما كنت احسب طوله، كنت احسب كم قيمه التنشن. هسه بدي احسب كم قيمه الطول تاع الكيبل اللي هو اي بي، تمام؟ انا بعرف انه الطول النهائي للكيبل اي بي، تمام؟ ناقص الطول الابتدائي له اللي هو معطى معي 0.4
ايش هذا يساوي؟ يساوي اس، تمام؟ معناها اس اللي هي 0.453 ايش تساوي؟ تساوي ال اللي انا بدي اياها ناقص ال نوت هي معطى بالسؤال 0.4، تمام؟ معناها ال ال طول الكيبل اللي هو طول الكيبل اي بي عباره عن ايش؟ عباره عن 0.4 زائد 0.453 راح يطلع معي 0.853. طلعت كم قيمه الطول تاع الكيبل اي بي، تمام؟ هسه انا معاي الاثنين الطول كامل ومعاي طول اي بي، هسه بقدر اجيب طول اي سي. ايش بقول له؟ بقول له انا بعرف انه الاثنين متر، هاي الاثنين كلياتها ايش تساوي؟ تساوي طول اي بي اللي هو عباره عن 0.853 زائد ايش؟ زائد الطول تاع اي سي، الطول تاع اي سي في كوساين 30، صح؟ هيها اللي هو هذا عباره عن ايش؟ هذا عباره عن اي سي كوساين 30، فاي سي كوساين 30 زائد هي اللي انا طلعتها هسه اللي هي عباره عن 0.853 كلياتهم 2، فمن هي المعادله بقدر اجيب اي سي. فبقول له الطول تاع اي سي اللينكث تاع اي سي راح يطلع معي 1.32 متر. هي كل افكار اشرحها على هذا الشابتر تكون فعال فيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.